الحراك العسكري الأمريكي على الحدود السورية العراقية شكل فرصة استثمار سياسي للميليشيات قبل انتخابات مجالس المحافظات، فبدأت تعيد شعارات المقاومة والممانعة رغم علمها أن الحراك الأمريكي لن يكون موجها ضد الداخل العراقي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع زيادة التحشيد الأمريكي على الحدود العراقية السورية والتحركات العسكرية في قاعدة عين الأسد في الأنبار، تثار التساؤلات وتكثر التكهنات حول طبيعة هذا الحراك العسكري وأسبابه وانعكاسه على الواقع السياسي والأمني في العراق. ورغم تأكيد مسؤولين أمريكيين أن الحراك العسكري لا علاقة له بالوضع الداخلي في العراق، إلا أنه شكل فرصة استثمار سياسي للأحزاب والميليشيات التي استغلته لتعيد رفع شعارات المقاومة والوقوف ضد الوجود الأمريكي كما هي عادتها قبل كل انتخابات أو حراك سياسي بهدف التأثير على الشعب وصرف الأنظار عن الفشل الحكومي إلى عالم الممانعة. القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة ذكر أن حكومة السودان بحسب وصفه امتعضت من الحراك الأمريكي، ونبهت على ضرورة الحفاظ على ما سماها بالسيادة والاستقلالية وما إلى ذلك من لوازم مفهوم الدولة التي يفتقدها العراق منذ 20 عاما، بينما منذ بضعة أسابيع كان السودان يؤكد على حاجة العراق لوجود أمريكي لأجل غير مسمى بذريعة تدريب القوات الحكومية والتصدي لتنظيم داعش. ويبدو أن موقف الميليشيات من الوجود الأمريكي متعلق بشكل أساس بحصتها من المشهد السياسي، ففي زمن حكومة الكاظمي كان لا يمر يوم إلا وتستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، بينما هذه الضربات غابت تماما عندما جاءت حكومة السودان. وحينما لم تجد الميليشيات تبريرا لهذا التحول، لجأت إلى الادعاء بأن السفارة الأمريكية كانت ثكنة عسكرية في زمن الكاظمي، بينما هي حاليا موقع دبلوماسي لا أكثر. إذا استهدفت السفارة يوما ما فلأنه نظروا إلها يوما ما نظروا إلها كونها ثكنة عسكرية، أما الوضع الدبلوماسي أو الوضع السياسي لا يصح استهدافه. الحراك العسكري الأمريكي على الحدود العراقية السورية يأتي في سياق السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذه السياسة وإن تقاطعت في بعض الملفات مع إيران إلا أنها تتوافق مع المخطط العام في إبقاء العراق في حالة فوضى وترهل سياسي تكون الميليشيات هي أكبر المستفيدين منه. وللحديث عن محاولة الميليشيات استثمار الحراك العسكري الأمريكي على الحدود السورية العراقية قبيل انتخابات مجالس المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري. حياكم الله أستاذ جبار. أهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ جبار. بداية، كيف تقرأ الحراك العسكري الأمريكي على الحدود السورية العراقية، وهل هو كما تصوره الميليشيات أنه موجه ضدها أم ماذا؟ بداية لك والأستاذ المشاهدين، في حقيقة الأمر التحرك الأمريكي الأخير هو إكمال الصفحة الأخيرة للإطباق على العراق وسوريا وتركيع العراقيين والسوريين وإجبارهم بقبول الأمر الواقع. هذا التحرك أو الحراك الأمريكي الأخير واجتياح الحدود بين سوريا والعراق هو شيء طبيعي ومكمل للمشروع الأمريكي الصهيوني الكوني. هنالك مشروع كوني بدأت تكتمل ملامحه، يجري الاستعداد وجرى الاستعداد له قبل الاحتلال، والآن بعد تدمير العراق وجعل العراقيين يعيشون في القرون الوسطى كما وعدوهم قبل الاحتلال بسنوات منذ التسعينات، الآن جاء دور يعني تخيير العراقيين بين القبول بالأمر الواقع أو إشعال الحرب الأهلية بين العراقيين أنفسهم
ولهذا نرى أن أمريكا لم تأتي من أجل إنقاذ الشعب العراقي أو تغيير الوضع القائم في العراق منذ 2003، بل جاءت من أجل أن تزيح الروس من المنطقة وخاصة من سوريا، لأنه أمريكا تريد المنطقة بالكامل، لا تريد أحد يزاحمها، ولذلك أشعلت الحرب الإوكرانية اللي هي تعتبر حرب أمريكية روسية في أوكرانيا، كما كانت الحرب الأمريكية الغربية في الكويت لتدمير من أجل تدمير العراق في التسعينات، الآن بدأت تعمل من أجل تركيع روسيا في الشرق الأوسط وتزيح سوريا من، لأنها تريد الهيمنة على منابع الطاقة في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وخاصة الاحتياط الهائل للغاز في هذه المنطقة الآن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وهي حقول الغاز في الأنبار وفي سوريا. طيب أستاذ جبار، يعني إذن على أي أساس عادت الميليشيات إلى رفع شعارات العداء لأمريكا، رغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن الحراك لا علاقة له بالوضع الداخلي العراقي؟ ما الذي تحاول فعله الميليشيات، وما الغاية من كل هذا التحشيد الإعلامي لها؟ في الحقيقة دعني أذكر العراقيين وأذكر السادة المشاهدين أن السيناريو أو النموذج السلفادوري الذي خطط له السفير الولايات المتحدة الأمريكية بعد خليل زلمايزادة جون نيغرو بونتي، الذي أسس فرق الموت، الذي كان مهندس فرق الموت في السلفادور وفي الهندوراس، جاء بعد 20 عام من هذه التجربة ليكررها في العراق. وما الميليشيات وكل هذه العصابات الإجرامية التي يقدر عددها بأكثر من 80 ميليشيا، ما هي إلا فرق موت لترويع وتدمير العراق بأوامر وإشراف وتدريب وتمويل أمريكي صهيوني إيراني. هذه الميليشيات ترفع شعار المقاومة والممانعة وتحرير العراق، وتستهدف القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هم الذين يعطوهم الإحداثيات وهم من يقولون لهم ارفعوا شعار كلا كلا أمريكا والشيطان الأكبر كما رفعها الخميني من قبل، كلها محض كذب وافتراء من أجل أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تركيع الشرق الأوسط برمته. وهذه الميليشيات ومن قبلها القاعدة وداعش وحزب الله في لبنان كلهم عبارة عن بيادق شطرنج، الكل يلعبون في الملعب الأمريكي. طيب من هنا أستاذ جبار، لماذا تم منع الميليشيات من استهداف السفارة الأمريكية في عهد حكومة السوداني بالتحديد؟ أخي كما ذكرت، المسألة مسألة مسرحية متفق عليها مسبقا بين هذه العصابات التي تأتمر بأوامر إيران لها إشراف. يعني يتصور، يعني ممكن يتصور، لا يتصور عاقل في العراق أنه الذي كان يشرف على تدريب قادة منظمة بدر والتيار الصدري في النجف هو الأمريكان نفسهم، والأسماء يعني معروفة. وأنا الحقيقة في صدد كتابة بحث عن هذا الموضوع بالذات، أنه المدربين الأمريكان مثل ستيفن وغيره في فترة في بداية الاحتلال 2004 2005 إلى 2010 إلى 2011، بعدها بدأت صفحة تدمير سوريا وتأسيس فرق الموت في سوريا وملاحقة المقاومة العراقية، حتى الذين هربوا إلى سوريا تم ملاحقتهم وتصفيتهم في سوريا بعد أن بدأت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وهذا المخطط يجري على قدم وساق في العراق وفي سوريا، والآن جاء دور إزاحة روسيا من منطقة الشرق الأوسط. كما ذكرت في بداية الحديث، أمريكا لا تريد من يزاحمها في مشروعها ومصالحها في المنطقة، ولهذا هي تريد تركيع وتوريط روسيا كما ورطتها في حرب أوكرانيا. ونحن نعلم جيدا أنه هذه الحرب بين القوى العظمى لا يمكن أن تحدث بشكل مباشر إلا من قبل أطراف ومن قبل أماكن يختارونها، سواء كانت فيتنام أو أفغانستان أو الآن اللي في شرق أوروبا في أوكرانيا.
هي كلها هذه حروب بين هذه القوى العظمى من أجل السيطرة والنفوذ والهيمنة والاستنزاف. يعني روسيا تكاد تستنزف في أوكرانيا وتفصح عن ترسانتها للأسلحة التقليدية وليس النووية، لأنه الكل يعرف قدرة التدميرية للأسلحة النووية، ولكن روسيا كشفت وفضحت نفسها بالأسلحة الموجودة. والآن أمريكا دخلت بكل قوتها وبكل غطرتها بعد أن كشفت الحقيقة الترسانة التسليح التقليدية لروسيا الاتحادية. وصلت مسألة الميليشيات مسألة متفق عليها بأنه أمريكا جاءت من أجل إزاحة الميليشيات من الحدود وقطع الطريق على إيران بين طهران والعراق ودمشق ولبنان، وهذه كلها عبارة عن مسرحية ليس للعراق ولا لسوريا أي فائدة تذكر منها، بل هي تكريس للوجود الأمريكي. وصلت الفكرة. إذن عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفنا عبر الهاتف من وسط، الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري، شكرا جزيلا لك.